فربضان إن أيكو جداميهين سؤال حسي والنتيجة ده النقطة كرا مركب قدام بيسا دودها سومالدو أي قبطه إن لجيو عاصمة الملكة سيحد دبا عاصمة الملكة عن لو جينين ومارك يسمعنيه حمر يعني هوية أود كشاجة شذا يو حكون نقشة ذا وحكون نقشة ذا الدولة دي ماذا أنا أسيجن حوية بروتكشن أي سيجليان أو عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وحبه وشيء ذا عاصمة الصومالية دتك والجوه عند ذا أو داراتك والجوه عند ذا أو درت والجوه عند ذا أو ديجل أو مرفلا والجوه عند ذا إنك استو أود دي سي تالكي سو كجوج حدا والله جمعت شعلة هذي لقى إتال بدية هاي ودن وذاك والجوه عند ذا شيء جوا كبرك اللوجلي عاصمة الصومالية مارك يسمعنيه مارك قفك الصومالية وجوجو مدريما يصير الدون كعاصمة ذا عالمك لو سمي أي أكلة درس كنا أدي سو مارك يجوكتيد قفك إيطوبيان كبقول إلا بعدين كمليان وعاصمة دي سمة دريما إنه ششعية كي هي أما كويتو سيد أكلة كينيا مارك وجوجو نيروبي قفك كيان كمدريما يوغاندا لك ذلك واشنطن دي سي قفك مرايكن كاه قبل كستادو كي ما دو عاصمة دو عاصمة دي سي معني إن لقلي هي مدريما هيو إنجليز كلمت النرويج لمت سويس لمت سويدن لمت يعني عاصمة ده الدونكا دوني ده معني قفك عاصمة دي سمركو يمادو ما بدريما يبا إن لقلي هي لكن مقدشو قفك الصومالية قبل هان وحدريما يا إن لقلي هي هي هدو داراد يا هي هدي الدرق يا هي هدي الدنوداك يا هي هدي الدقل يمرفلق يا هي يعني إن بكل المدو لقن نقضه لباده هوتيل لدكسده معني ركعت الله قبصده ماركيس يعني قفل هايستو أوكرا إنو أحادو ماركا هوية تاسوه يكون نقبين استقاشر يكودي وحي كدن بي كهرنا حمر عاصمة دادكي أسميهين بي أحايد ولو أجي حسن عبشير أيا قدومي كان نقضي ماركيس يدارود يهوية يدر يدقل يابرف قف والبا معني قفكي ماركاس قبان كرا شقادة قولها الديقان كأقوه الرئيي حمر نين دقل يمرف لها مدحو أحا قدومك قبل كأقوه الرئيي محمد قال هذا مقدشو أما قبل كبنادر حاج عمر شيقو ويل يعني أيوة ها ويل كيسي على عمر شيقو أو طنيقة أو دقل أو مرفلا والله قرنا هيا تاريخ ده والله هيا سورة ده والله هيا ما دام مركا هوية سيدا سيكون نقمين صومالينا أي قرشي سي مركان إن عاصمة ده صوماليا بل دود لقليو ماشا أي نقون كرتو هدي لدونو هنقطو ماركا يسي الله سعانوت أما ماركا يسي معنيه عالبدو يبادن يلاس قري هدي لربا هنقطو سواخرون ماشا يكو بدو يهين اي غاري واع اما بقروي اما بندرقاسين اما بقال كعيو وما عركي سيمعنيه داروتك يهويها اي دقان او ديرتنا مرقاتيو اي كتهي اما هلقي يبايدبو اما هلقي يلباتنجرو اما هلقي يسيديرو اما هلقي يبردالي اما هلقي يوفرو ما عركي سيبورها كبا اما هلقي يقربهاري نفس الديدة معني الدودة فربضان اي اهرينية يعني عاصمة ما كان لا يا سيداسي كما هاد لا يصومالي أو قرا أو ضد وحيتاج أنتي إنترناشنال كوميونيتي صومالي دونا معني فرنجي أيه كأمر قادة تسيد عن أقدر صومالي سيد فرنجي أيه وقع بسطه هدي رب العزة أيه وقع بسنا لهيد الدنيا كرا شرف يا كرام ما نكون أولان لهين وضل كاسي هذا كأه بدأ مركز أركتيد كامرد أي قبطو بروج ذا قروح ذا أي لا ذا هاي أيانو كود ما شاد لهين دوني ذا اللعجة عن كسم يسان لهين ذا الحيس كاركتيدا بدأ إن نبعد كوجود أمريكا لجربه مركز قوم تكبري أو عاسيي أيانو نهاي أو نبعد إلهي جرن كروا يي سيدي أصحاب السبع أو كره سكستويا هالطبع هرت ماركي سيد دود داسي ميس كي سارن تاي وح عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه كقيل السين هي ولي هي وردي عاصمة الصومالية ماركي سهويو شكل أدوان الرقيس كا وحاسي للمي مادو هرت ماركي سماش عاصي كسعطاء وعاصمة دي هدي ماركي هوية شري إلى هايين معني عشور تينا اللعنة درت عشور تينا عنتا digli imirifla cashuurteenu xunaa daaroodka cashuurteenu xunaa haday lahaayeen horta hawiye isaga cashuur cunayay ee cashuur laga ma cunaynin laba siyaabodba waan sababeynaya oo waxa marqaati ii furaaya nin hawiye u dhashay oo xildhibaan ah
ليرادو عبد الرحمن عبد الشكور ورسمع وهبر اجي اول شيء او عير او عدكين هدا عدكيس هدا ادقيستين ومر مر عاصمة الصوماليا هوي انت مال قشطي صومالي وين صومالي وين باكا قبضان داريه لوغوي ما دي بربر كان يو اي سي ده هوي كلغي ملاحين او بقولكي بس ديتن ساقاشن صومالي كلا مال قشطي مركا رونت الهي لشاقو بربر كان هدان صون قنانا حدادان لجوغو هوي يا صومالي ده كلا صومالي ده كلا كاقا هانتي بدن هدي صومالي ده كلا لغي ما دهنا هوي يدقل او مرفلي لولك حمر كويا يلا لهاشيها قريها ما انتي بقولكي بتضباطن ديقل او مرفلا لولك اسكالة قريها لغا كريستا او هوي هويها ايجار او بدن هدي عشور اي نقطانا دادك ما انت دادك دكدي ليهين او اساقو دكديه سو حيكويا لان بربرئيو daaroodku dekada ayuu leeyahay garacad iyo boosaaso kismaayana way ku darsadeen oo digli mirifla ay ka dhaceen keenyaanka ay u soo kaxaysteen kadib markii digli mirifla uu iska saaxday ninkii saaxdayna sixiisa dib ayaa dhalay laakiin xidda dekada aan lahayn waxa weeye oo qura markaysa waa digli aw miriflaha oo markay iyo baraawe kismaayana laga haystaan ka shaqeysiinaynin waxayna dekad ka dhigteen halka loo yiqaan magaalada muqdisho oo magac dawladnimada هوي شباب كودة يدولد عشورتا وداغان او يقايب سادان هرطا عشور ديباياشا مقالة مقدشو بقولك بس ديتان ايشان وديل او مرفلة جناسي صدح با لو قادة قايب كوري قايب دحي قايب هوسي دباقاد هوسي عيدكو هاي ستا مجرتو قومي يد ميلان حمر مانتادان انجوغنو دباقاد دحانا جناسي عيدكو هاي ستا مالي صومالي او دن يه مقدشو ديل او مرفلة دباقاد سريع ايه اللي اسكولاد دقية هاي الالاه لغا سوى قادة يه چاينة كنتين نرد لاي اماراتك تاسا لقودة دقية تانا وحي او بضانت هاي ديقل ايه مرفلا اينا سوماليا او قبية هان اي لوري اغان حتى بنت لان هدا تكتيد سوماليا لان هدا تكتيد دباقاد هوسي ايه دحي ديقل او مرفلا ايد كويسة تامل اي قناعسيه ماركا سيدا او قيد هرطا دي عشور لي بي ايه اللي يرادنا ومعني هوية وحاكا قبضان ديقل او مرفلا هدي اللي يراد أسكري قد منا إياه ومعني الدفاع يا حمر يا هريري هيدانا ده هوية نفس دي سوى حكا قبضا ديقل أو مرفلة حسن شيقو هدى بادي قوبة يطور وعيسلاة ماركيس قارهان علي قافة ماركا لقر ريبو ده هوية ماركيس ديقل أو مرفلة كقبضا مرقاتين وحاقه معني عوس ويني حيدا ماضي كل ماضي طبعا كن أو أسكري ديقل أو مرفلة كليجي سيماشا سيكجوغي إنها سي مركان قراني عبد الرحمن عبد الشكور ورسم مركا وحو مرقاتي قريي إن هوية معني عشور أن لقعون إنا إيجو إنا عنان عشور الصومالية سيء عنان معني مقع الدولة نمدى الصومالية وحي لقول أصوات توقصده إن أي بقولك بسديتا معني أي قشو معني هوية أي عنان ساقع الدي وحو يري هل بليان أو دولار أيها قشو يري قدراسي هذا مقال هذا مقدشو ويبحيان قرمدا ميدوبي يونيسوم معني اما ماركيس قوليها لو يقانو افريكان يونيون انت قندراس الا ديبا مقال هذا مقدشو اياي قشابو يري ماركا صدح بقول يلاباطن يساقال حل ديبان وقار هوية ايهين معني او ماشان متلاد وجوغا اياه وحنقعونا وادوت رقي سوري وحاسي ميلا لمي مادو سيداسي اوغيد النجا أيها حولها صومالي دعونا قلت ما أركي سيحق هدي أفكا لقبته فيرو قرحا وي عبد الرحمن وحيو كد وضي أو ويري مقدشو حقا كمقن وإن متلاد يميقام لو سمايا ويعني مامو اللو ديسا قدومية قبل وما أركي سي مقدشو أي صوت دورتي وإن لهلا ماير مقدشو أي صوت دورتي وإن لهلا معني ميقام يمتلاد حل دبانا وا إنا يالتا قولد ديگان وا إنا يالتا سي لامد أه سيدة برد دالي هاد قولد ديگان يقول لها دهي سيدة ماركي سيمعني قرنق قولد ديگان يقول لها دهي سيدة بورم قولد ديگان يقول لها دهي the same معني قولد ديگان حمر وا إنا يالتا قولها سي ديگانك و قدونك صوت دوراني إلا قدونك هادا دكريتا لغو مقعابا معني مدحوينها الصوماليا قدونك كلية او مقعابي كرمانتي وكان قبل كبنادر انت كلاو مدحوين يال كلاي ليهين وي اصدورتان او حاوية قبل والمدحوينها مقعابية وسارد داريمها قدها جوكتا
ومعركه ستيتك يعني سنترال جوفرمنت دولتي دحي مركاي جوقتي ايو مدحوينها قدوميه قبل مغعابي جري لكن ما انتدان ان جوقنو قدوميه قبل يعني ما مغعابي كر الله كان قبل كبنادره عبد الرحمن مركو وليهي واي قدوميه قبل الله حتى ماركيس معني هلقف مدحوينه او مغعابايا مغالده مقدشو دود ميشاسي ان كو دود دولي اسلا قدر كاسي مركا لحن هدان صارنا عبد الرحمن نفس الديسي شلي قدوميها قبل كبنادر إن قلت ديغان أي صوت دورتان متلات أي يالته عاصمة الصوماليا محمد عبد الله فرماجا صوت توري أو صوت باسكريي وحيري قبل كبنادر سدح يطبان حلدبان أما سانتر هلو قدرو عاصمة دان أنا كل شيء ومعني ماشي حدونت إذا أي كدوك نيت وانا أنحايا صوماليا أردن ويد قنتهي عاصمة هو إكاتو صوماليا أردن هكذا موقتو يا ديدي صومالي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه دت كديد دنا وماركيس معنيه السجال يطمن كي فبروري كب أفرتني يتضبك عرري كستومها كوك هذه وماركيس السحر سيد داي وقبله وسوته كعرري من يهود باتين الباب كان نجفرة قام كاسيسو كمجرين وقبيالد وهبر وعنايي ما أنت وركيس وحن ربع علي جودلاوي ما أنت وركيس وحن ربع ماركيس غور ما أنت وركيس وحن ربع محمد حسين روبلي ما أنت وركيس وحن ربع عمر فينش نكلها وكرر سعيد عبد الله الدني يا أحمد مدوبي يا لفتة جرين ومامو الجبلية ده صوماليات كم تكاها قبيالد صوما هين مداسي ده كديد دنا إستجن نفس دي صوما هين وهي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه ضد كلها عشورته معني عشورته إن اللعنة مرتدة ما أنت وكده هذا يو معني إسكندي جايو نن داعتة وقبل كبنادر قبل كبنادر متلات لبا أرهادين هي وداعدو إسكندي جايا هل قدر رم بوكشاج حسن شيخ محمود معني وحب الله قاضي إن متلات قبل كبنادر معني ومال مرين دونه قبل كبنادر قلت ديجان إنه يالن دونه وإصدارن دونه قدر كاسي مركا دول جوجنو حسن نفس دي سوء أها عبد الرحمن أو أذو قرب تاجن فرماجة مركو صوته ري سدح يطبن سنتر أو حلدبان إن قبل كبنادر لسيو أو عمر فينش أو قرب جوجو ومارك يسي مرسل أو ربي بروسك إنو كنفتو لقايب سنة يقول ليه هاي سيدان أنو قايب سنة ديجل إيه مريف لي إليه هين أنو معني الشنكة ير مقادان إنو إذن كون أفر قاتا هوية وإذن كون إنتا قاتا دري إذن كون إنتا دارودو دو انتا دن وداغو انتا معني قفل بانو اسكاد حركو لغونا بنايو سيدا ما اركيسي لوغو كلبدايا هاي عدة مركاسي دي دي مدحويناها صوماليات حسن شيخ محمود بوها عبد الرحمن او اديغونا واد قرب جوكت نينكي شلي دي دي او اد قرب كسي سي دولة دمدا صوماليا ان لغو بربريو يا ماركيس أيها هدنا ما أنت واحد كو أيضا ينسى مدحوينا حسنا واحد دي دنتهي متلاد قبل كبنادر إن معني قبل كبنادر ما ملقو ياشو وحسن شيخ محمود حدي ما أنت قبل كبنادر معني او إصدارتو إساقو قولت ديغان هدون نغضو حقابو كبالابا يا يعني حقيقة إن لون نولادر نين ربا الدكتاتورية دالك صوماليا إنو قليو فيري حسن وحو ربا الدكتاتورية دكتاتورية معني دنا وحاوية الدكريتا واحد دكريتا واي ماشي كلية دكريتا او مقعابي كرانا واق قبل كبنادر ايا الله باعتنك الدقمو احد الله قد لقد مركا هدي حسن شيخ محمود عبد الرحمن او هيسيليين لها ديك ها واكوه شيسين واكوه شيسين هدى ايدي الله حماتي معني ايدي كسو قال الله عطي ها معني هدي دكتاتورية وضل كربا إنه كو قبصد حسن شيخ محمود دكتاتورية ده معنيه أي تهي إن سيدي سنترال جوفرمنت مدحوينها وبيدبا قدومية قبل أمك عابي كرو بقال قدومية قبل أمك عابي كرو سيدي دي طبان قبل سيداس وكو هميي حداد الله ده هي بنادر أو مانت كلية أو غوفرنر أمك عابي كرو كقادي كرو ماشي كسار معني سيدي استيدية ده كالكالي دكتاتورية ده حقيقة حقوق بالابايا يو بوبي كرا حسن شيخ محمود مركاسي يا معني خندراسي ذا يا ماركيس معني العجاه لبوبايو حق سيلو بوبايا منين وحجر الجعماء إسكا كتينا ضيني توب ما وحجر الجعماء إسكا حلا إمي أجرة إسكا كتينا ضيني جعمي وحكو حد لها نو مركز شلي أذنك ودق الدن مري عبد الرحمن
been bad umada Soomaaliyeed u sheegteen idinkana been bad isu sheegteen maanta markay idin ka daba timaaday oo la leeyahay caasimadan Soomaaliya waa in bay dhab loo raraa UN kana waa inuu degaa magaalada Baraawe Tiriya UN ka bay dhab mu degaa mise Baraawe mu degaa xisaabtiisa meeshaas ay maraysa way caasimada Soomaaliya magarow waa laga dhigaa mise bay dhab laga dhigaa haddii marka bay dhab laga dhigo ama garow laga dhigo haddii aad baadi kartaan marka hadda macnaheedu siyaasiyinta Soomaalida kale ee matalada u jooga Muqdisho waa la rabiinaya Soomaan dhaqaalaha soo galaayo iyo magaca caasimada Soomaaliya lacagta lagu qaadanayo 1 billion sida aqiraysta marka laga reebo yaa hotel lagu xiran kara garow inta aad tagtid maad ma jeerteen hotel ku xiran kartaa adiga garow inta aad tagtid daarood miyaad hotel ku xiran kartaa garow inta aad tagtid intaad ku mudaharaado ayaad dhigi kartaa wariyaha daarado filada ka soo bax ma dhigi kartaa waa maya waad ogtahay adbu waad is ogtahay bay dhaba inta aad tagtid miyaad dhigi kartaa macnaheedu xaweynow adaa madaxweyne ah filada ka soo bax dhigi kartaa waa ku soo daadanayna ma dhigi kartaa wallahi hadii sidaa aan la yeelin wallahi way noo taala caasimada bay dhaba ma dhigi kartaa ma dhigi kartid waad ogtahay adiguba taasi marka macnaheedu Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame laxankiisu waxa weey caasimadii Soomaaliya la qaadayaa ee niman yahow rakaatada aa wadaan iyo markayse macnihii ee sheekada aad meesha la joogtaan ee ah ashuurteena la cunaa been baa sheegteen ashuurta Soomaaliyeed idinka cuna daarihii Soomaaliyeed ashuurtooda lagu dhisay idinka dam siiyay idinka ayaa dalka burburiyay intaas hadina looga haro ayaa nasiib leenahay xisaabta way is soo xidhay warnimay oo doodaas raqiista inta iska deysaan gobolka Banaadir matalaad hayeesho maamul hayeesho Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame xisaabtiisi sidaasi weeye mudanayaal iyo mar weyn marka waxa ka qeylisiinay waxa weeye Soomaali horta idaacadan SMC na dhibaato ay ku haysa dhibaato igu filan iyo faraqaan ku haysta ay tiri gabadhi dhibaato igu filan faraqaan ku haysta idaacadahan meelaha baraha bulshada ka hadlaayana horta dhibaato ku filan ayay ku tahay ama ay ku yihiin macnaheedu hawiye maxaa yeelay isaga boq iyaga boqol idaacadood furtay oo been ku dhisan ma ogtahay adigu shayga haddaad been ku dhisto beenta hal lugay leedahay way soo daba gaaban tahay fiiri boqol idaacadood oo been maanta oo dhan afuufaya waxaa ka awood badan hal idaacad oo runta macnaheedu afuufaysa marka hawiye macnaheedu FM iyo fara badan buu furtay markayse macnihii lacagtii dawladnimada Soomaaliya ayuu isticmaalay baraha bulshada uu ku laaluushay sida mahad salaad uu sameeynaayay sida Xasan Sheekh uu sameeyay sida shashantii dollar ee la tuuray bahashii way is soo xidhay maanta waxaa jilbaha la qabsaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyaga oo dhan been ay isku raaceen Farmaajana nin qurba ku soo daalay oo macnihii wadanka inuu tooso sharaf iyo karaamo Soomaali inay yeelato rabo aha anigu Farmaajo mucaarad baan ku ahaa laakiin mucaaradnimadeedu cadaalad bay ahayd Mukhtar Rabow oo wasiirka diinta ah ayaa annagana laga ka tiinadeeyay ha isagoo gobolkiisii jooga oo markayse macnaheedu doorasho isu soo taagay oo dadku ay raaceen ayaa la soo ka tiinadeeyay annagu marka hadaan nahay digil aw mirifle waxba tirsanaynay dawladnimadan aan u soo dhimanay ilaa 60 madoba nuuno waa lagu duulay 60 gobol shaati guduud oo macnihi iyo xasay oo mining dana lagu duulay war annagu waxaan dhisanaba ay SDM kaydkeedi ee ahaa Carbiska ayaa lagu duulay oo hawiye ay boobeen iyadoo la leeyahay jabhadaha dal siyaad baray la dagaalamayaan taariikh soo yeelan ognahay marka annaga maxaa nagu goonin noqday maxaa ustaad Cusmaan 1947 federalism-ka isagoo u doodaya 53 tooray ay ugu dhufteen abgaal meesha la yiraahdo leega ay ugu la dhufteen 1953 why markii looga baqay in Soomaaliya madaxweynimo uu ka noqdo oo macnaheedu UN ka subaxii isagoo u safri raba oo Soomaaliya madaxweynimo isaga loo aqoonsan raba ninka digil iyo mirifle Cabdullaahi Ciisaan la sheegay ninkaas ka weynaa
سقاو الدين با معناه ان لقد دلي او حسبي لاغا هوغامي ما انت لو فانو عبد القادر بغدي اك دي ام او لا فول لا فاحدغي ايا معني جيره لغلي لا هدا ان لا شيخ شيغين انغا marka su'aalo waxaan qabnay wardalkaan anaga u dhimanay dadkay in kiri jireen haday qiraayaan digli iyo mirifle darad mikrofonka xamar waad aragteen wardadkan dalkan dadka u soo samray oo dhiga u daadiyo digli iyo mirifle Soomaali markay gali weeyday fiimtow ام حاردو هبينكي مسو عنجرين انت بضان واقي هوري هيلف عيرين عيونو جرين سبا سبن ايو لعنان اي افرت الدقال كما كان وضاق قلني ام حاردو وحي كفعناين دفاع انقنا وحان كفعناين واركا هدان صومالينا صومالينا سيدي شنبير اوكالي وقيلين جرتي ام حاردو يعني فيمتو ايو قدي لولك هستي سي حتى انو فيسا كالكتين مركي لغا ساري وايي عدة كساري وحوي دقلي مريف لي هين صومالي يقول رأي إيش كخر حي فين تو يقول لي هواي دي معني عوكو وسمينا الراديو مقدشو معني من جسته معني وكحناقي أو كان تي إن الأفضوبه معني عوك صومالي بورها كبا تكسي الدبدي يقول لي لقى صوصاري يعني هواي داسي عدة صابتي دقلي مريف لي هين فين تو وين يلم يا طباطا كوشاتا كودادا ساسي كوتي مدري روايه دي لغسي دينجر راديو مقدشو وحنا لا جيدا معني رك اسقرحيي با غلاي دولك هوستي سدوفيسا اوغا ديسنا مركاسا بنغييدا لبوباي مركاسا لا جبيي مخارو هبين كين وخ ما اركي جيرين او ما اركيس ايغو ما دغالم جيرين او هيلب عيرين بي خونو جيرين لكن دو هيلب خنا مخارده اسك جير وي كريان هيلبكا اسكو سو ودا دوب مركا ددكي سداسي اها يا انغا انغو تيرسناينا ايا رو oo qalbigeenu markaasi dafay oo yiri koonfur kulmada koonfur kulmanaan aanare tuugo waan iska celinayna isbaara waan diideyna dhac waan diideyna ayaa marka la soo katiinaday isagoo gurigiisa jooga sababtaas aan u mucaaradnaa anaga laakiin farmaajo inuu dawlad yahay oo macnaheedu dawladnimo uu doonaayo macnaheedu boob uu sanu imaanin sida waabarka ay u cadeeyd mana xaqirin anaga معني نور نورينتا او نور نوريي دولد نماذا معني وجيغا او لصوا بحي دانين نيكا مركو قربا كسو دالو اقوان اللي يهي يا دولد نما هرانا او يقانو قبيل كو دونها اهادو ودن كو او نحايا محايا لقربها والا اسكو ادون صدا قفك والا صوحي العيلا كما وضا قربها اسلامهان ايه ماركيسة معني نمان كان لولحاق دا او تقي يا او ماركيس معني وحنا ان برانين دولدنمو هورانا ان سو اركين او ماركيس معني ما انتو دن دبر كساي مسخولا او سو دقايان شاشاده اسكو فيريو ماركاي قديان يا جويان كجرا دحاي كاني نيكناي تيك توك يدا انو كما شيكيناي وحان كشيكينيا قف دولدنمو سو اركاي سوماليو شقينيسا سو اركاي يا شرفت يا كرامه دولدنمدا معني ديارد انتو راعي تغي قربها markaasi ataajay xafiis fariistay dawladdiisa ku dhacday sharaf iyo karaamo isagoo ku jooga dawladnimada dawladdiisa intay dhacday markaa kadib kaam galay qaxooti noqday ninkii macnihi talin jiray loo taliyay islaan yar oo cadaan ah oo dalka macnihi aqoon baan lahayn iyada xataa masqusha tirtir macnihi laba sanood gacanta aan ku saaro social saf u soo gal dhahday qofkaasi ayaa fahmi kara what means dawladnimo markay tahay hawiye han noqdo daarood han noqdo digla amr hanoqdo dan wadaag hanoqdo macnihi dir hanoqdo macnihi qof walba oo noocaas aan ku dhahay qabiil baan na dardaray anaga marka runta aan ku sheego farmaajana wuxuu kamid ahaa dadkii isagoo da'yar iyagoo da'yar dawladnimada passport diplomasiya ku soo baxay ataajee Soomaali xafiiska Mareykan u fariistay waha fiiriya Soomaali wuxuu u fariistay United States of America isagoo da'yar oo dhar iyo 10 sano jira markaas aad dareemi kartaa marka qabti aad ku dhacday dawlad sharafta oo ku soo baxay fiiri marka taariib aad ku soo baxdo ama leen lagu soo gado oo qaxooxe adoo dhuumanay xira qaxooti lagu geeyo saf lagu galiyo oo lagu baaro lagu adoonsado shanta iyo barka gambale lagu yeeriyo security uu ku xisaabo habeenki aroorti wadankan wadan jiif ma aan lagu dhaho waa dareemi kartaa laakiin qof macnihi boorsada loo sido meesha shacabka uu ka dhoofayo ma ahane macnihi meesha VIP ده دبلوماسية دبلوماتيك معني بس بور كيسي شرف له سيدا لا ده هاي سا لا ده هاي اسكو مين ماهن مركا خوف كد دولة نمد يقانا هو قرن عيا لكن ما انت دبا جرين بان نقونا دران يان نقونا دبا نلفين نقونا شرف مليهين سوما لشرف مالي حين اجي ده مركا عبد الرحمن
annaga marka mucaaradnimadeenu farmaajo shalay waxay ahayd roobow bay ahayd wax kale ma ahayn haddaba fahmaysaa anagu waxaad gudbin annaga raxaweyn baan nahay waxbaan tirsanaynaa dalkan xaq aan ku leenahay hawii daaradow adinkaa macnay dalka macnay nagu soo duulay dhulkeena sidaasaan taagnay roobowna maanta ma ogolin roobow oo xiran intii macnay farmaajo uu soo noqon lahaa in la waayaa la qaatay hawiyaha uu ka daran yahay waa nooga daran yahay xasan sheekh maxamuud hawii macnay farmaajo balse laakiin waa iska celin doonaa ayaan ku daranay waan iska celin doonaa sidiina waa ka dhabaynay laba sano iyo bar ilaa hadda waan iska celinaynaa xasan iyo hawiye waad u jeedaan oo macnay kaftan ma ahayn roobowna waa ka dhabayn inaan banaanka keenno waxaan rabaa marka inaan sheego يعني محمد عبد الله فرماجو بين إيه بروباغاندا كفرتين إيه عبد الرحمن عبد الشكور وأديك حسن شيق إيه ماركيس مدحية وين تهوية هوية وناكسن نواء قرصان يهي الدولة دا يقان دولة دا كنول دولة شعيل كا ماركيس معني فرماجو إن أدل كان خرمر كسي صدن صنو عيدا صوماليا دنين لسي وحاك جري عبد الله يوسف وإسكودي إساقين أدون كاوديدي بكاس أدوية دا وحيدين أنا واجوغي أدوية دا وحيدين ملتري وما أقولي صوماليا ما حنا لو قد دي ما هي اللي صوماليا كل سجال بقول تضواتني أفرتي فيري ليه أنا أفرتي أنا بمرك ما كسر بحنا جميسي حرني ما عن قادني أيها تاجنا لو واي ورعونك هذا ده شيء أصدق حسن الجدي يسي تاج لو واي كورا بقول لي لبعتين مليون عسكو قادنا تي عن دقني ولا وجا هي دور شجع عنه وانكو عضين إنه جع عنه وكده قال الله ما إنه هذا عبدي ودكتة عبد الرشيد يو هي سياد برايي ماد تدواتن اي تدواتي تان ديگن والا يابي باور تا تي ام يدا ومركاسي اوغو سر ري باور تا ملتاريق ادونك ما عركيسة ترتران كو هل دي انجريس وحو يري ما عركيسة معنيه صومالي وي اتكان ايسا هاي تالياني وحو يري اديوس اي وانا لغو ترتمي مركي دمبي مركي عن جبين ايتوبيان بقول الا باتن مليون ويا marka aan jabinay waa lagu qeyliyay xasan aasamatar iyo ruun baa lagu shiday may iyo maxaa lagu heesay macnaheey qeylo 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 kaliye soomaalidu way qeylo badan tahay qeylo qeylo mikrofona lagu shiday awaare iyo goday iyo awbare iyo markaysa jigjiga iyo gala 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 dagaalka dadada dhulkeene habanka qeylo kaliye lagu jabiyay ma fahmaysaa tii amyaan ku helnay tiyamiyada Soomaaliya ilaa hadda inay joogaan uma leena kaba ku tukada xataa tiyamiyadaasi inuu wada jiray burburkan markii dawladda ay dhacday tiyami uu boobay mise gawaay uu wada jiray olympic isagoo ka raay ana og wana qiimay marka si kastoo ay ahaataba yaani marka xaqiiqada u noqono yaa yaani yaa diiday dawladnimada dawladnimada idinka diiday marka hadda marka xisaabti way soo xirantay lacagtii way go'i rabtaa caasimadnimada Soomaaliya Soomaaliya wadar ogol hal keenay la leeyahay hadda Xasan Sheekh iyo Hawiye haye Hawiye hadii caasimada laga rarana meel uu ku noolaado male isagana macnihi kaliigiis isma nabad gelinayo fiiri Hawiye wuxuu wax ku yahay Soomaalidu oo ku dhex jirtaa Soomaalidu markay ku dhex jirto waxa way wax buu yahay laakiin hadii Hawiye laga kala dureero isaga fiiri hadda harti abgal ayaa waxaa loo kala dhigay baf markayse xuduud ka tarbil وعيس لي هرتي أبقال ورعونس أي إس هاي هذا ما فهم إيسا إيه حتى يسعون هاي وحن ولجه إذا مركع عاصمة الصومالية وإنت أنا رد قال لك جلاي هدين لك قادو دي لي مريف لنا إدهان عاصمة مهن لكن أربع ركونا نوكرا برن هويو هرت عبارة أنا قاعد سود لينا هوية إيه دي لي مريف عبارة إيه سود لي وحن سكود لي يعني سود انتي دي لي مريف لنا أرهبا سود انتي ماركي سيقل لديك مركو تلين جري geladiga markuu talin jiray soodinta arbac rukun ay ahayd Soomaan xamar weyne masajidka arbac rukun iyo macnaheeyaa hawiye hawiyaan cusub oo hadda 91 soo galay oo eelahay inta maxaa u yaala aaminsan horta cabaar anaga is soo dilayna koow iyaga way is dilayaan hadda ma fahmaysaa shishayna way isu kaashanayna tookadan iyaga macnaheeyaa shishay iyaga soo kacaysan jiray oo Soomaa macnaheeyaa digliin mirro wadan ay ahaan jireen tookadan digliin mirro flaana aad sabab ay degeen farmaajo ka degin xilka laba sano ka hor adii sababay degeenba ergadooda meeshaas ay tahay waa sheegi jiray aniga ha laakiin riyay u haysteen ninkan nin waalan waay digni mirra siyaasadda uu fahmay marka si kasto ay ahaataba markayse naaw qeylada Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame caasimadii aba la isku haysta sawirkaba hadii aad weydid iyo calankii oo saaranba ayay xisaabta joogtaa marka insha Allahu ta'ala waqti badan idin ka qaadi maayo aroriyo suuban baan idin leenahay
meel walba oo adduunyada ka joogtaan ee 24 saacadood ee hawiye qabteen inay maarkaysay baydhabo ku qabsanayaan maarkaysay ilaa hadda aanu ma hayo oo waxa weey 24 saacad ay sheegeen hadii magdhow la siin waayo in baydhabo ay ku qabsan doonaan hadda baydhabada baydhabada iska badhaafe maarkaysay xataa baraw ma la qabsan kara weey barawada maarkaysay ayaan dhawayd la isku dayay nafsadeeda ma la qabsan kara su'aal baa ka taagan taa iyadana macnii waa loo jooga aragane weeye waxaan jecelahay marka insha Allahu ta'ala gabar Soomaaliyeed oo ka soo jeeda qoomiyadda Mailand